في لحظة من تاريخ مصر مشحونة بالخطر ومعبأة بالقلق، استدعى المصريون الرئيس السيسي، وأثبت الجيش المصري أن الولاء والانتماء أولا للشرعية الشعبية. كانت شرعية الملايين تفتح الطريق للمستقبل وتصحح أخطاء التاريخ وتدشن قواعد الجمهورية الجديدة. معجزة الإنجاز والإعجاز، هذا هو الشعار الحقيقي للجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية القائمة بثبات ورسوخ، التي تمتلك القدرات الشاملة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية وبناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً، إيماناً بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده. آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر تمثل أساساً للحاضر وإرثاً للمستقبل. على سبيل المثال والحصر، كنا نواجه أزمة في تحقيق الأمن الغذائي، لكن الجمهورية الجديدة بها مشروع 1.5 مليون فدان، الدلتا الجديدة بطفرة غير مسبوقة تحقق الأمن الغذائي للشعب المصري. قطاع النقل الذي يعد فرس الرهان بمشروعات قومية كبرى تسهل الحركة والتجارة البينية. افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية. العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات نقطة تحول تغير وجه الحياة في الجمهورية الجديدة، في وقت لا تتوانى فيه الدولة عن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة التي تليق بالمواطن المصري، وتستمر كذلك في جهودها للقضاء على العشوائيات لتنزع فتيل قنبلة موقوتة كانت سابقا. بناء مصر الرقمية بتعزيز وتطوير للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الأهداف في الوصول لحكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً بعد أن عانينا سابقاً من الطوابير. جهود الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة وعصرية، حياة كريمة لتنمية الريف المصري، أيقونة للجمهورية الجديدة، بنقلة نوعية في حياة المواطنين، بتحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتقديم خدمات أفضل للمصريين. عديد من المبادرات الصحية برعاية من الرئيس السيسي تحت شعار 100 مليون صحة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع الصحية التي كنا نعاني منها سابقا. مصر تبني جمهوريتها الجديدة باستثمارات تبلغ أكثر من 6 تريليونات و200 مليار جنيه. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. من مصر محمد عبد العال. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد، وبيتجدد لقاءنا الأسبوعي مع الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بنتكلم دايما في قضايا تهم حضراتكم سواء على الشق السياسي أو في قضايا عامة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة والمصريين طيبين وبلدنا بخير بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب طبعا وبألف خير. في الحقيقة في موضوعات كتيرة عايزة أناقشها مع حضرتك النهاردة، عايزة أفتح معاك أكتر من محور، لكن خليني أبدأ مع حضرتك بالتقرير اللي احنا كنا لسه بنشوفه اللي رصد 8 سنين مرت في حياة مصر. 8 سنين مرت في حياة مصر لما نيجي نربطهم بالجمهورية الجديدة أو مستقبل مصر، هتقول إيه يا أستاذ كرم؟ لا ده يتقال كلام كتير قوي. يعني أقول لحضرتك من 8 سنين يعني مصر كانت ضاعت.
كانت ضاعت بالفعل، ويعني انهيار في كل شيء. الدولة انهارت، مؤسساتها انهارت، جماعة إرهابية بتترصد بكل شيء، وبنية خطتها إنها تهد البلد وتقف على أنقاضها، وهم قالوا العبارة الشهيرة بتاعتهم يا نحكمها يا نحرقها، فبدأوا يحرقوها لأن واضح إن حكم مصر كان صعب. لو بصينا من 8 سنين كنا بنستيقظ على أصوات الرصاص وبننام وإحنا خايفين، وده حقيقي. مظاهرات الجمعة دي بعد صلاة الجمعة تلاقي حضرتك مظاهرة جاية من إمبابة، تقابلها مظاهرة جاية من رمسيس، وناس شايلة آلي وملوتوف وضرب نار وبيكسروا الممتلكات العامة والخاصة، كأننا في جمهورية، يعني كأننا في حرب أهلية. هم كانوا بالفعل بيمهدوا البلد للحرب الأهلية، وطبعا هم عارفين أن الحرب الأهلية دي لو اشتعلت لن تنطفئ نارها إلى أن يرث الله الأرض وما عليه. فدي مصر اللي كانت في الوقت ده. تتذكر حضرتك كان في أزمات في البنزين والطوابير، كنا بنقف للصبح عشان ناخد كام لتر بنزين. كان في أزمات في الكهرباء، في المية، في السلع الغذائية كلها بمختلف أنواعها، الدواجن، اللحوم، الأسماك، أي سلعة. ما كانش في أزمات، ده احنا لو كنا لقيناها السلعة دي كان كتر خير الدنيا، كتر خير الدنيا. وبعدين لحظة حضرتك برضو، كان بعض أزمات بيتعمدوا فيها إهانة الشعب المصري وإذلاله والحط من كرامته وكبريائه، زي أزمات الخبز. طوابير الخبز عشرات ومئات الأمتار، وبعدين القنوات الخارجية اللي قاعدة بتشمت فينا وبتسخر منا، يقول لك شهداء الخبز وشهداء المياه وشهداء الكهرباء. يعني كنا بنقوم من أزمة وننام في أزمة. ده كان أحوال البلد، ما كانش في بلد. وتتذكر حضرتك اللصوص اللي كانوا في الشوارع. يعني أنا أتذكر جريمة، يعني بتلخص حال البلد. الجريمة دي كانت إيه؟ مهندسة كبيرة تقريبا في وزارة الإسكان، في المهندسين قتلت. بعد فترة اكتشفوا القاتل بالصدفة. طب انت قتلت الست دي ليه؟ قال اصلا انا كنت بشوف في الافلام الاجنبية الناس بتمشي تقتل بعض في الشارع، فقلت اعمل كده. يعني وصلت الاستهانة بالارواح الى هذه الدرجة. راجل مجرم ماشي يتسلى بقتل الناس في الشوارع. دي الحالة الأمنية اللي كانت موجودة. تغير بقى انتشار المخدرات وتهريب الأسلحة، ما كناش دولة. طيب خليني برضو، لما جت فكرة أستاذ كرم الجمهورية الجديدة، يمكن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول حاجة فكرت تعملها هو اللي حضرتك بتتكلم فيه، إن احنا نرجع الدولة وهيبة الدولة. وكان الأولوية هي القضاء على فكرة الإرهاب، وإن أنت ممكن تنزل تلاقي الناس ماشية بسلاح عادي، وفكرة عدم وجود دولة في حد ذاتها. بعدين دخلنا في مرحلة الإعمار والتنمية والبناء والتشييد والطرق ما إلى ذلك، الصحة، قطاع الصحة، وصولا لحياة كريمة. مستقبل مصر رايح على فين بعد كده؟ هقول لحضرتك، يمكن زي ما بنقول إن في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية بتنشق الأرض عن زعماء بمواصفات هذه المرحلة. فالحقيقة يعني المرحلة دي جاءت لمصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصفاته، لأن ربنا سبحانه وتعالى كانت إرادته فوق كل الإرادات وفوق كل الأشرار. فالحقيقة جه رئيس في هذه الفترة مؤمن بالبلد قوي، ويمكن في خطاباته كان بيقول إنه هو طالب سنة وكان بيمشي كده يبص يقول لو ربنا مكنني أنا أخلي البلد دي أحسن بلد في الدنيا. فربنا مكنه فعلا، فهو بينفذ هذا الوعد اللي وعده ربنا. لو بصينا للبلد هنبص لها ما يحدث فيها بعيون الآخرين وبعيوننا احنا. الآخرين أنا زرت دول كتير ودول خليجية قبل 2011 وبعد 2011، لا النظرة اختلفت. الناس بتتعامل حتى مع المصريين باحترام وبكبرياء، وبقت العملية اللي ماشية هناك يعني يقول لك يا ريت عندنا رئيس زي الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي يصلح لنا البلد. ليه؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجسد الإنجاز وبيجسد الأمن والاستقرار والعزيمة القوية والمستقبل الواضح. مستقبل احنا مش يعني احنا الاول كنا بنمضي زي القطار السريع اللي رايح على المجهول. لا دلوقتي زي القطار السريع بس ايه؟ عارف طريقه. عارف طريقه ايه وفرق بين الاثنين. قطار مجهول غير
فهنا مستقبل مصر في الفترة اللي جاية لو لخصناه كده، حطينا بعض المظاهر جنب بعضها. وأنا بهتم جدا جدا بالجوانب الإنسانية، يعني الجوانب الإنسانية لو مسكت الصحة قبل 2014 كان المصريين حالتين اتنين هتكلم عنهم، فيروس سي، وهتكلم كمان عن الجراحات العاجلة. فيروس سي ده وأنا ليا تجربة معاه، احنا رقاب المصريين وأذلهم وقتل فيهم الكبرياء. فيروس سي ده كان بيدخل من الباب كانت بتفر السعادة والأمن والاطمئنان في البيوت، تفر من الشباك على طول، وكنا ايه 15% من الشعب المصري عنده هذا الوباء اللعين، لا يعرف مخاوف فيروس سي الا اللي عاش التجربة دي. وبعدين كانوا المصريين بقى ايه، يا اما حقل تجارب للعلاجات الجديدة زي الانترفيرون وغيره كان برضو بينتهي بالموت، يا إما بيروحوا الصين يعني يعملوا أجبات تالفة وبرضو بيموتوا بعد ما يعني بيبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم. يعني كان ذل حقيقي، كانت الدول ترفض تاخد المصريين وهكذا. إن يتم علاج المصريين ويتم الإعلان عن مصر الأيام اللي فاتت خالية من فيروس سي، لا 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 لا، يعني ده في حد ذاته يعني إنجاز، أنا بعتبره إنجاز يساوي الدنيا كلها. لا ده احنا بدأنا كمان ندخل على الدول الصديقة أفريقيا وننقل التجربة المصرية المتعلقة بفيروس سي كمان. بدأنا يعني ننقل التجربة وبدأنا نمد إيدينا للدول دي، ده مش فيروس سي بس، يعني احنا مودين تقريبا 500,000 جرعة تطعيم كورونا. يعني ربنا يستر كورونا ما ترجعش تاني. يعني لا ان شاء الله مش هترجع تاني. طب وبالنسبه لقوائم الانتظار او بالنسبة الحالات الحرجه؟ قوائم الانتظار كان تقريبا 1,600,000، عدد كبير جدا جدا، وكانوا كلهم يعني كنا بنسميها قوائم انتظار الموت، لان ناس مفروض اجراء عمليات جراحيه ومتعطلين مستنين، واحنا عارفين الخدمه كانت في المستشفيات شكلها ايه. فمعنى ان ننتهي من هذا القائم في خلال سنه، لا دي دوله جباره وعندها امكانيات، ما حدش بالحقيقي ما حدش يعمل كده. والانجازات اللي بتحصل دي يعني انجازات غير مسبوقه، يعني انا مش عايز ادخل في الصحه بقى لا في مستشفيات ولا يعني عندي الحالات دول، لانهم دول مرتبطين بكرامه البشر. كرامه البشر بمعنى ايه؟ بشر كانوا بيعيشوا في ذل وفي هوان ومحطمين نفسهم، انا اديتهم فرصه في الحياه. فدي في حد ذاتها يعني كفايه، ده في قطاع الصحه مش هتكلم على حاجه ثانيه. احنا ماشيين على فين؟ هقول لحضرتك ماشيين على فين في قطاع الصحه. لا ده يمكن قطاع واحد من القطاعات اللي تم فيها يعني اللي حصل فيها انجاز غير مسبوق. احنا يمكن هنتكلم او عايزه اتكلم مع حضرتك في كل القطاعات ان هي الانجاز تم فيها بالتوازي، يعني لم يتم إخفال أن قطاع الصحة لا هنأجل العمل فيه، لا ده قطاع الصحة كان فيه التطور الواضح والغير مسبوق جنبه قطاعات تانية يا أستاذ كرم. طبعا هو قطاع، يعني أنا بتكلم في الأول عن الحاجات اللي متعلقة بإنسانية الإنسان، الكرامة الإنسانية للبشر. أجي مثلا النهاردة الرئيس افتتح بعض المشروعات التكنولوجية اللي متعلقة بالاتصالات وكده، احنا شفنا صورة على فكرة يعني مفروض تزع مرة واثنين وعشرة، 12 شاب قاعدين سنهم صغير عملوا تجارب يعني اثارت في الناس الذهول. كانت فيهم بنت تقريبا في تانية او تالتة سنة، بدأوا بمشروعات ب 200,000 و150,000، ودلوقتي ما شاء الله بقوا رجال اعمال تحت ال 30. ودي برضو يعني دي دولة فاتحة عقلها وفاتحة قلبها للناس. يمكن الرئيس قال انه مستعد يعمل ان شاء الله حتى 300 مليار عشان 30 مليار جنيه عشان اعلم الناس زيادة ربها، لان ده المستقبل. تسالي الولد اللي بدا حياته ده إيه؟ انت بتاخد كام مرتبك كام؟ الحد الادنى 15,000 جنيه. الشاب لسه ايه بدا حياته. اذا هنا بتتفتح فرص حياه قدام الشباب. هذا النموذج يجب تعميمه لانه ده برضه في الاخر ده المستقبل. المستقبل والعالم كله يعني بيسير بسرعة نفس هذه النوعية من الوظائف، وإحنا لا يجب أبدا أن نتخلف عن الرجل. في نفس الوقت ناس بتتكلم عن البطالة، لا ما هو التدريب 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 والتعليم. بيتعلق بالتعليم أن في 6 جامعات تكنولوجية اتفتحت بتخرج هذه النوعية من الطلاب اللي هم بتتخطفهم الوظائف في مصر وفي الخارج. على فكرة احنا بنشوف طلاب صغيرين بيسافروا بيشتغلوا في كبريات الشركات. يعني كانت في احدى الشابات النهاردة بتتكلم
انها خطبت شركه امريكيه وقدرت تتعين في الشركه الامريكيه، مسكت منصب وبتاخد 2000 دولار وهي قاعده في بيتها بتعمل الشغل ده. فدي نماذج عظيمه ونماذج رائعه. يبقى هنا ده الاهتمام بالانسان. في طبعا الفتره الجايه هيتم افتتاح تقريبا 40 جامعه تكنولوجيه حديثه. ال 40 جامعه تكنولوجيه مع الجامعات اللي موجوده، ادي البلد دي 5 سنين هتظهر هذه النوعيه من الخريجين القاطره اللي هتشد مصر للمستقبل. شباب زي الفل وشباب زي الورد وقاعدين بيتكلموا بثقه وبيعرضوا المشروعات بتاعتهم. وانا لمحت فعلا، يمكن الرئيس فرحان قوي، فرحان وفخور بيهم، يعني ولاده وابنائه اللي اداهم فرصه كريمه في الحياه. ده المستقبل اللي احنا رايحين. اخد برضو صوره المستقبل تاني ولاتمنا بالنواحي الانسانيه. احنا شايفين مدن وشايفين عمارات لكن خليني اخد نموذج واحد اللي هو المساكن الخطره. المساكن الخطره اللي كانت موجوده، يعني احنا اول ما اشتغلنا صحافه كنا بنسميها احزمه الديناميت. احزمه الديناميت بتحيط بالقاهره. كانت في منطقه انا اتذكرها في بدايه حياتي نزلت فيها تحت المقطم، كتبت موضوع اسمه حفره في قاع جهنم، لانها كانت فعلا زي الحفره. تدخل المنطقه كده، منطقه الزبالين، تلاقي الشوارع عامله زي التعبان، شوارع ضيقه والناس خارجه منها شكلهم كانهم افلام القرون الوسطى، يعني ناس يمكن اجسامهم ما شافتش الميه من اسابيع، والزباله بتتحرق فبقوا جزء من حرائق الزباله. تعالي شوف الحي ده دلوقتي، شوف مصر انتهت من المساكن الخطره وتم نقل الناس لاماكن تانية. شفنا النموذج اللي في غطر، انا في اسكندريه، هي دي مصر بقى. مساكن قريبه على البحر بقت بتضاهي ارقى واغلى المساكن. غطر يعني لو هنتكلم في المشروعات دي، هنتكلم في حي الاسمرات 1 و2، بشاير الخير 1 و2، وغيره، روضة السيدة. والفكرة، انت عارف اللي لفت نظري في الموضوع ده ايه استاذ كرم؟ المراعاة الشكل الجمالي. احنا مش بنعمل مساكن بنجيب الناس تسكن فيها وخلاص، لا، هو في اهتمام بشكل حتى البيت اللي هيكون فيه الناس دي هتقطنه او هتكون ساكنه فيه. يعني اقول لحضرتك ان انا بنقل الناس دي للمكان، انا بحيي منظومة القيم، بحيي المنظومة الإنسانية. بمعنى إيه؟ بمعنى البنت اللي تنشأ أو الولد اللي ينشأ في مكان زي ده بتبقى نفسه مكسورة، بيبقى حاسس بالهوان بالذل إن ساكن في مكان كده. يعني في بعض الشوارع حضرتك في أحياء كتيرة كنت تلاقي الشارع 3 متر، الجار عايش مع جاره، يعني يبص كده كاشف البيت بتاعه. وكانت الجرائم الأخلاقية والمخدرات كلها بتطلع من الأماكن دي. وبعدين اماكن ما كانتش بترى لا شمس ولا نور، وبتدفع فيها المجاري والناس، الحاله الصحيه مترديه، الحاله النفسيه. فشوف البشر طبيعتهم. الانسان اللي خارج من مكان زي ده بيبقى كاره الدنيا واللي فيها ونفسه فعلا. هو يمكن بقى وهو خارج كاره الدنيا فيها بيلاقي بقى في في في, في هذه المشروعات يا استاذ كرم، بيلاقي ملاعب، بيلاقي اهتمام بالصحه، بيلاقي حتى وزاره التضامن بتكون عامله حملات لتاهيل الشباب دي، في اهتمام خاص بالأطفال، في مدارس. كل ده برضو بيأكد الفكرة اللي حضرتك بتتكلم فيها، إنه الإنسان وكرامة المصري كانت هي الأولوية. ده طبعا يعني أنا مهتم قوي بالحتة دي، إحياء الكرامة الإنسانية، إحياء الكرامة الإنسانية لقطاع كبير جداً من البشر كانوا عايشين تحت خط الكرامة من الحاجات، وكان يطلع كاره الدنيا واللي فيها لأنه مكان لا في شمس ولا في إضاءة ولا في كده. فمعنى أن أنقل الناس في المساكن اللي شفناها كلنا دي، روضة السيدة دي اللي ورا جامع السيدة دي كانت مستنقع، يعني لما كنا بنروح أيام مولد السيدة وبتاع كانت مستنقع، مستنقع حقيقي، كانت عبارة عن بركة للقاذورات. المساكن دلوقتي بقت مساكن سياحية مبنية بطريقة سياحية وطريقة أثرية. فطبعا هنا يعني ده إحياء الكرامة الإنسانية، والناس بدأت تعيش فعلا، تلاقي مكان تعيش فيه، مكان شقة كويسة فيها شمس، فيها هواء، فيها ملاعب، فيها اسم شرطة، فيها مستشفى، فيها مدرسة، حياة متكاملة. فده يعني أنا بقى مش هتكلم، أقول لك مثلا لفين وصلت أزمة الإسكان في الصعيد، وأنا من الصعيد، يعني بلد زي أسيوط مثلا، متر الأرض وصل ل 180 ألف جنيه، فما بالك بقى
بالقفزات الرهيبة جدا. يعني اللي عنده شقة مثلا 100 متر تمن الأرض بس 1,800,000 هتقسم على أدوار، فكانت بتبقى باهظة. اتعملت أسيوط الجديدة حاجة زي التجمع الخامس كده، مدينة عصرية على أعلى مستوى، وأسعارها يعني ممكن الناس يعني تتجاوب مع أسعارها. وحياة جديدة. جديدة أسيوط الجديدة، المنصورة الجديدة، 22 مدينة، العاصمة الإدارية 22 الجديدة. مدينة المدن دي يعني خلصتنا من الاختناق دي، كانت البلد هتختنق على نفسها. القاهرة دي، القاهرة يعني اللي احنا شايفينها، هتذكر ان احنا اول ما جينا القاهرة في الجامعة، الكلام ده من سنين طويلة، مش هقول قد ايه، كان الاتوبيس ياخد من محطة رمسيس لحد جامعة القاهرة في 3 ساعات. الدنيا كده. دلوقتي طبعا اتفتحت شرايين البلد، اتعملت طرق دائرية واتعملت مشروعات كبيرة. ده أكبر مشروع نقل في تاريخ البلد، مئات المليارات، مئات المليارات. المليارات دلوقتي ما بتتعدش، يعني إيه يعني المشروع ده 10 مليار 50 مليار 60 مليار. وبعدين كل أنواع، يعني مين يتخيل إن في قطر هيربط 2000 كيلومتر؟ مين يتخيل في يوم من الأيام إن مثلا هيبقى في قطر يروح أسوان في 3 ساعات؟ ما هي دي برضه الفكرة يا أستاذ كرم، إن كل المشروعات مربوطة ببعض. يعني إحنا مش بنقول إن إحنا هنعمل عاصمة إدارية جديدة وبنقول مثلا إن إحنا مش هنعمل طرق توصل ليها، ولا هيبقى في مونوريل يودي ولا الآر تي يودي للعاصمة، لا، إحنا بنعمل المشروع وبنوفر وبنحيي كل الطرق المحيطة بيها عشان نسهل برضه على المواطن. ما هو تحس إن مصر دي عبارة عن خريطة، في مهندس قاعد شايف الخريطة كلها وبيخطط، بيخطط طرق وكباري ومشروعات زراعية ومشروعات صناعية ومستشفيات وأندية، يعني رؤية شاملة ومتكاملة، مش المشروعات العشوائية. يعني مثلا مصر كانت مشهورة أنها أكبر بلد تنتج عشوائيات. يعني دايما حتى من زمان فلسفة البناء في مصر، كل حي راقي بينشأ جنبه حي عشوائي. إيه مش عايزين نقول أسماء برضو عشان يعني بتاع الحي العشوائي ده كان يعني كده بيصدر كل المشاكل للحي الراقي. لكن دلوقتي خلاص بقت في خريطة، حد بيخطط وبينظم ومشروعات. ده هي شكل البلد، انتقلت البلد من حالة العشوائية إلى حالة التخطيط والتنظيم. لو مسكنا يعني قطاع النقل، طبعا في شبكة نقل، يعني من يحلم إن هنا هيبقى من القاهرة للإسكندرية 45 دقيقة أو ساعة أو حاجات كده. يعني الحقيقة مشروعات الأحلام، وكلنا عشنا الفترة دي، عشنا فترة القطر القشاش. طيب طبعا حضرتك ما تعرفيش القطر القشاش، القطر القشاش ده تقريبا بيعدي على أكتر لا 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 خلينا نقول بقى، ما هو عشان بس برضو الناس بيعدي على أكتر من مركز أو كل مراكز يعني عشان الناس تفتكر ده كان قطار بلا أبواب وبلا شبابيك وبلا كراسي، وكان بيمشي تلاقي الركاب اللي فوق القطر اكتر من اللي جوه العربيات. فطبعا يعني كانت اللي فوق جوه العربيات اللي فوق اللي هي كانوا بيسموها ظاهره التسطيح، الناس اللي مسطحين فوق اكتر من اللي راكبين جوه. وكانت يعني ظاهره مخيفه. تعال نشوف شكل القطارات دلوقتي، يعني حاجه اروع، ما فيش اروع من كده. وبعدين كان عندنا حوادث المزلقانات، دي كانت حوادث يوميه وضحايا وقتلى. وكان تعطل القطارات، يعني اي قطر في البلد دي كان يعني واخد الناس ويروح واقف بيهم في منطقه كده لا هي مدينه ولا بتاع 6 7 ساعات. فكانت حياه الناس يعني شقاء وعذاب. دلوقتي طبعا احنا شايفين ثوره بتحصل في المواصلات، ويمكن 5 6 انواع ما بين المونوريل وما بين القطر السريع وما بين الاتوبيس الترددي، منظومه كامله شغاله بتربط البلد ببعضها. يعني خلاص شرايين البلد اتفتحت. اتذكر ان القاهره اما جم خبراء في الستينات او في السبعينات اتكلموا، قالوا البلد القاهره دي تسيبوها زي ما هي، لان قدامها 10 سنين هتتحول الى جراج مغلق، وهتبقى سرعه بتاع 6 كيلو في الساعه. فطبعا لا، يعني احنا شايفين الدنيا. شكل مصر في المستقبل ايه بقى؟ يعني يمكن ده كان هيبقى سؤالي حضرتك. احنا الجميل في الموضوع انه مش احنا اللي بنتكلم، يعني ازمه كورونا خلت يبقى في اشادات من مؤسسات كبيره عالميه، اشادت سواء بالاقتصاد المصري او بمشروعات البنيه التحتيه اللي اتعملت في مصر اللي قدرت تخلي مصر صامده بشكل او باخر على مرور الازمات اللي احنا بنواكبها وبنشوفها دلوقتي. لو استمرينا بالنمط ده استاذ كرم، لو استمرينا
بهذا الحجم من المشروعات او حتى اقل بنسبه بسيطه، لان برضو في الاول وفي الاخر احنا زينا زي اي دوله في العالم، ممكن ازمه اقتصاديه عالميه تاثر فينا. شايف مستقبل مصر رايح فين؟ ضيف خليجي مش عايز اقول اسمه، لكن بيرأس مركز دراسات كبير او قال لمصر 2030 هتبقى في صدارة الدول العربية وهتفوق الدول الغنية. مصر كانت كل الدول في أزمة كورونا معدلات النمو تحت الصفر، احنا معدلات النمو كانت 3-3.5 ودلوقتي هتبقى 7-7.5، وده شيء يفوق الخيال، ده شيء يفوق الخيال فعلا. لذلك يعني مثلا احنا جات الأزمات العادية كورونا والحرب الروسية، هل حصل نقص في السلع أو الخدمات؟ لا، مفيش حاجة. أنا عايز برضه أذكر الناس لأن الشيء بالشيء يعرف، يمكن الأجيال الجديدة ما عاشتش التجارب. في فترات الحروب والأزمات أنتم ما عشتوهاش، لكن الأجيال اللي عاشتها كانت الناس في مصر 67 و73 بتصنع الصابون في البيوت، يعني يجيب صفيحة كده يحط فيها صودا كاوية ودقيق ويعمل الصابون. كان الواحد عشان ياخد فرخة من جمعية أو إزازة زيت أو لحمة، كيلو لحمة وبتاع، كان بيقاسي الأمرين ده كل. في مثلا كنت تلاقي الأكشاك قدامها بعشرات عشان ياخد علبة سجاير الصبح، توابير السجائر. فكانت يعني هو ده حل البلد. دلوقتي رغم هذه الأزمات العاتية، لا، كل حاجة متوفرة، صحيح في زيادة في الأسعار، بس ده ما هو يعني دي 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 ده يعني موجة عالمية، والدولة بتتحمل جزء والمواطن بيتحمل جزء بقدر استطاعته، لأن لو ما حصلش ده، إذا ما تمش توزيع الأعباء على الطرفين ممكن ده يعمل مشاكل كتيرة جدا. فالحمد لله يعني الدنيا مستقرة. رايحين على فين بقى؟ ان شاء الله يعني هي الحرب الروسية الأوكرانية، العالم كله بيضغط عشان تنتهي، لأنها مش هتستمر سنوات طويلة، لكن تداعياتها هتفضل فترة. أعتقد أن بانتهاء الاقتصاد المصري هيتعافى، القطاع الخاص هيبدأ يدخل، الصورة هتتغير. طيب استاذ كرم، يمكن حضرتك كان في محور الافتتاح بتاع مشروعات مصر الرقميه كنت هتكلم مع حضرتك فيه، حضرتك اتكلمت فيه في نص الكلام. الرئيس كان ليه توجيهات النهارده بعد يمكن ما شفنا الشباب المبدعين، النماذج الهائله اللي حضرتك اتكلمت عنها، منهم الرئيس برضو اتكلم على فكره الابداع وعن المستقبل وعن برنامج الدوم. بعدين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طلعت بيان أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في كافة المجالات وإتاحة الفرصة ليهم، تقرر انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري، وأن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم، وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين في كافة محافظات مصر. من المقرر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها، فإن الإبداع كان وما زال هو مكون رئيسي ورافد أساسي من مكونات وروافد الشخصية المصرية. لما نشوف الرئيس بيتكلم عن الإبداع وعن إعطاء فرص للشباب، ونلاقي استجابة الشركة المتحدة بتطلع بتقول إن في منتدى المتحدة للإبداع، ده برضو هيخلي شكل مصر عامل إزاي وتأثيره إيه على الشباب؟ يعني وطن بلا إبداع بيبقى وطن خشن. فطبعا مسألة الإبداع ده، يعني أنا شخصيا يعني الإبداع ده لو اتكلمنا فيه محتاجين 3 حلقات، لأن هذه البلد العنصر المميز ليها هو الإبداع. الإبداع لو جمعنا مثلا من ثورة 19 لحد دلوقتي الكتاب والمثقفين والأدباء والشعراء والمغنيين والمطربين والكلام ده، تعدادهم هيطلع تعداد دولة. هي بلد بتتميز بالإبداع لحد دلوقتي. تلاقي صوت أم كلثوم جاي من بعيد ليلة العيد، وإحنا داخلين على عيد صوت أم كلثوم جاي من بعيد يا ليلة العيد، والكلام ده كله صوت محمد عبد الوهاب. تلاقي في المناسبات القومية الأغاني الوطنية اللي هي بتلهب حماس الناس وبتلهب مشاعرهم. فالبلد دي ده وطن الإبداع ووطن المبدعين، وده بينعكس على سمات المصريين، فيها التسامح وفيهم التعاطف وفيهم الرحمة وفيهم المحبة. دي الحاجات اللي الإخوان حاولوا يغيروها، حاولوا يعني يغيروا هوية، يغير هوية البلد، يغير الإبداع اللي احنا عارفينه بالإبداع بتاعهم بقى.
ما ينفعش الابداع. يعني انت مثلا عندك الاغاني الوطنيه المصريه بتغني حب الوطن، هم عمل لك نشيد اسمه صليل الصواري، سيوف وصواري وذبح وقتل ودفوف، مش هو ده الابداع؟ ده صخب وضجيج. فلذلك برنامج الدوم، وانا اتكلمت عنه في البرنامج، احنا كنا مستنيينه ومشتاقين له. ليه بقى؟ لان الكشف عن المواهب المصريه لن يستطيع الكشف عن المواهب المصريه الا المصريين انفسهم. ما ينفعش حد يجي من بره يعمل لي برنامج يفتش عن الابداع المصري. فلذلك البرنامج طلع مجموعه من الشباب كانت نماذج اتفرجنا عليها، نماذج رائعه، واعاد احياء الامل في اننا نوصل في فتره من الفترات الحفلات اللي كانت بتتعمل، المهرجانات الثقافيه، عيد العلم. يعني نفسي فعلا الحاجات دي ترجع تاني، لان دي الطبقه القوه الناعمه او الطبقه الناعمه اللي بتطفي على الحياه وعلى خشونه الحياه، يعني نوع من الهدوء والوداعه. احنا كده هي مصر كده. وبرده كل ده ادى للشباب امل ان في حد سامعهم وفي حد مهتم بمواهبهم، بيديهم زي حافز كده ان اللي عنده موهبه او مبدع في حاجه لا ما يستناش او ما يكبتش زي ما بيقال. بس احنا مستنيين من الشباب كتير، من شباب المبدعين كتير، محتاجين فرق من الشباب تطلع تقود حركه الابداع. يعني زمان كان بتطلع فرق من الشباب، كان عبد الحليم حافظ وكمال الطويل ومحمد الموجي وصلاح جاهين، فرقه كده مؤمنه ببلدها فتطلع يعني تدينا اعمال من الابداع. ثوره 23 يوليو كان عبد الحليم حافظ أحيا، كان صوت الثورة وكان معاه شباب مؤمنين بهذه الثورة. احنا فعلا نفسنا الفترة الجاية البرنامج بقى يبقى فيه إحياء للإبداع، الإبداع المصري بكل مظاهر. أعتقد الشباب جاهزين، وبعد الدعم اللي ادهولهم الرئيس هيبقوا جاهزين أكتر كمان. طب خليني أروح مع حضرتك ل يعني الشركة المتحدة، كمان كان ليها إعلان آخر النهاردة متعلق بتدشين قطاع أخبار المتحدة اللي بيعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، وبيضم قناة أخبار دولية. جاري الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، والمصر هتستضيفه في نوفمبر المقبل اللي هو كوب 27. كمان بيضم قناة إخبارية إقليمية جاري التحضير ليها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة إكسترا نيوز والبناء على النجاحات اللي حققتها الفترة الماضية وإطلاق قناة إكسترا الحدث. أهمية وجود التنوع فيما يتعلق بقطاع الأخبار ده دلوقتي يا أستاذ؟ هو ده كان مطلب من زمان، مطلب من زمان تبقى عندنا قنوات إخبارية تصل للعالم. الإعلام المصري كان محتاج هذه الخطوة الجريئة اللي الحقيقة اللي بتنفذها الشركة المتحدة. احنا محتاجين قنوات إخبارية قوية تبقى صوت مصر في الداخل وفي الخارج، قنوات إخبارية على أعلى المستويات العالمية. أعتقد أن دي هتبقى أقوى من السي إن إن وأقوى من القنوات التانية، لأن أنا مؤمن جدا بقدرات الشباب المصري، وبشوفهم في القنوات الحقيقة متعلمين ومثقفين وبيتكلموا بلغة لغة العصر وعلى مستوى رفيع. يعني كان من فترات كان الإعلام المصري الصحفي أو المذيع كان يعني كده حاجة كبيرة جدا في المنطقة العربية. تراجعنا شوية، لكن بإذن الله مش هقول بقى نرجع للسيادة والريادة، لا هنرجع. هي مصر كده، مصر بإمكانياتها، بالبشر، بالمتعلمين المثقفين. القنوات دي مهمة جدا وهتعمل نقلة نوعية مهمة جدا في الفترة القادمة. طيب أستاذ كرم، في الحياة في محاور تانية كتير عايزة أتناقش مع حضرتك فيها، هتيجي في مقدمة هذه المحاور الحوار الوطني، بس خلينا نخرج لفاصل وأرجع نتناقش أنا وحضرتك في الحوار الوطني. تمام. اهلا بحضراتكم من جديد. اهلا بحضرتك مره ثانيه استاذ. اهلا بيك. اهلا. طيب المحور الثاني اللي انا عايزه اتناقش مع حضرتك فيه متعلق بالحوار الوطني. الرئيس دعا للحوار الوطني، لقينا موافقه وترحيب من كل الاحزاب. فضلنا نسمع كتير قوي عن احزاب بتطلع بيانات متعلقه بقبولها للمشاركه في الحوار الوطني، وان هي لديها مقترحات ولديها رؤى. امبارح شفنا اجتماع لمجلس امناء الحوار الوطني، شفنا كتير من أكتر من 6 أو أكتر من 90,000 يمكن مقترح تم تقديمه في الجزء المتعلق بالحوار الوطني. والسؤال اللي يمكن بيشغل بال الجميع أستاذ كرم،
احنا عايزين ايه من الحوار الوطني؟ عايزين نوصل لايه من الحوار الوطني؟ يعني شوف اقول لحضرتك، ده هنا وثيقة السلوك والاخلاقيات الخاصة بالحوار الوطني، ونقدر من خلال هذه الوثيقة نعرف احنا عايزين ايه. يعني انا لو اديتها عنوان، يعني ده حوار ليس في الهواء الطلق، ولكن حوار منضبط وله قواعد، يعني مش هيتحول الى مكلمة او مش هيتحول الى مهرجان للمزايدة. هلتقط بعض الكلام من هذه المدونة، يعني صدرت للتو، بيقول ان هذا الحوار الغرض منه استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة المصرية وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني في الفترة القادمة. زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة للوصول إلى توصيات موضوعية تراعي المصلحة العامة. يعني مش هنفتح مزاد بقى خارج هذا الإطار، لا، هنا احنا جئنا لنختلف ولم نأتي لنتشاجر او نختلف، يبقى هنا بيغلب منطق الوفاق عن الخلاف. الامر اللي بعد كده ان هو ليس ساحة، ده اللي انا بقوله، ليس ساحة للمناظرات، يحاول كل شخص اثبات صحة وجهة نظره ايا كانت، بل هو مساحة للالتقاء والاتفاق. الحوار الوطني يجب أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق العملي في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للظروف والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية. يعني الهدف في الآخر المواطن برضه، هدفه، ما أنا بقول مش حوار في الهواء الطلق، يعني مش كل واحد بقى إيه، إحنا مش فاتحين مزاد بنزايد على بعض يعني، لكن ده حوار له ضوابط لإعلاء المصلحة العليا للبلاد وللمواطنين وتحقيق مصالحهم وليس مصلحة المتحاورين. هنا مفيش يعني مفيش كعكة على المائدة، كل طرف هيبحث إن ياخد قطعة منها، مش توزيع غنائم وأسلاب. لا، ده احنا جايين ندور عن مساحات للاتفاق لمستقبل مصر. مستقبل مصر في الثلاث ملفات اللي هم مطروحين، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هنا طبعا في نقطة مهمة جدا، ان الحوار يجب ان يكون وفقا للدستور. يعني فكرة تغيير دستور بقى ولا حطم دستورك القديم وابحث عن دستور، لا لا لا، ده هنا البلد شرعيتها شرعية دستورية وفقا للدستور 2014 اللي اتفقت بشأنه كل القوى السياسية. من ضمن الحاجات المهمة برضو، المتكلم او المتحدث عليه ان يحترم وصول اللياقة مع غيره من المتحدثين. يعني ما نقعدش بقى الحوار مش برنامج توكشو زي زمان، يعني كل يعني ما فيش مشاحنات وفي احترام. ويمكن يعني ده اللي اتقال امبارح، انه احترام الرأي والرأي الآخر، وان المؤيد والمعارض في الآخر الهدف المصلحة العامة. زي ما حضرتك برضو في عدوى انتشرت من برامج التوكشو اللي كانت في الفترة السابقة. يعني برنامج التوكشو يبقى أكثر مشاهدة إذا تشاجر الضيفين، ويبقى عظيم جدا اذا ضيف ضرب الاخر بكوب المياه، فيعني يعمل، او اذا قام اعتدى عليه والمذيع يعني يمثل انه بيخلص يعني بيفض المشاجره. لا، هي مش مساحه ان الناس لازم في ادب الحوار استمع اليك وتستمع الي. طبعا هنا لا يجوز للمتحدث ان يستخدم اساليب السباب او الالفاظ النابيه او المسيئه في عباراته. فهنا يعني في ضوابط كتير، ضوابط كتير معهم. نخلص من الضوابط ده، زي ما قلت انا بكرر كلمه، هذا الحوار ليس حوارا في الهواء الطلق. هذا الحوار ليس من اجل توزيع الغنائم او اقتسام الكعكه. هذا الحوار غير مسموح به ان يتحول الى برنامج توك شو يتبادل فيه المتحاورون القصف بالكلمات والاكواب. هذا الحوار الهدف الرئيسي منه أن نبحث عن قواسم مشتركة، صح، ونبحث عن أهداف تساعد في ضخ أفكار جديدة ورؤى جديدة في شرايين الوطن المصري، تزيدنا قوة وعافية. هذا الحوار في النهاية يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية تجد طريقها. طيب في إطار ده مفيش فكرة محظورة
وما فيش حد ممنوع، ما فيش حد ممنوع إلا الجماعة الإرهابية، وممكن نتكلم في أسباب منعها. فإذا هنا عندنا تحديات سياسية، تحديات سياسية بتتعلق بقضايا كتيرة، مش محظور ان الناس تطالب. يعني يمكن كان ديارشون ليه تصريح انه ما فيش خطوط حمراء، المقترحات كلها، كل المقترحات مقبولة. كل الاقتراحات مقبولة طبعا، يعني كل الاقتراحات معقولة ما دامت يعني بالتأثير على نهج هذه الضوابط. طيب حضرتك برضو اتكلمت على المحظورين او المستبعدين او الممنوعين. جماعة الإخوان الإرهابية، عايز أعرف من حضرتك ليه تم استبعادها، رغم أنه يمكن إحنا بنتكلم على هي جماعة اعتمدت على العنف، التحريض، غيره. جماعة الإخوان يعني إلى الآن لم تشعر أنها ارتكبت أخطاء في حق هذا الوطن في الفترة اللي فاتت، وما زالت بتحاول العودة إلى المسرح السياسي ولو من خرم إبرة، عن طريق ضخ كثير من الشائعات، عن طريق تبنيها للعمليات الإرهابية القليلة اللي بتحدث هنا وهناك. جماعة الإخوان لم يصدر عنها بيان واحد أو كلمة واحدة لرثاء شهداء الوطن، وإنما دايما بتناصر الإرهاب وبتناصر الإرهابيين. جماعة الإخوان جاءت لهدم وطن مصري أصيل ضارب في جذور التاريخ، في أعماق التاريخ، لتستبدله بوطن إخواني، وطن إخواني في الهوية وفي الثقافة. أرادوا تغيير الجيش بجيش بميليشيات عسكرية بقيادة خيرت الشاطر. الجيش ده الوتد اللي بيحمي البلاد واللي بيصونها، وبعدين هم كانت أمامهم التجربة. كل الدول اللي انهارت في المنطقة دون ذكر أسماء، انهارت هذه الدول يوم انهارت جيوشها. فهم حاطين هدف ثابت، لكن الجيش وقف، حمل بلد وأعاد الشرعية وأعاد المؤسسات. جماعة الإخوان هي اللي حرقت الأقسام واعتدت على الضباط وطردتهم لمحو ذاكرة الأمة، محو ذاكرة الأمة حوالين هذه الجماعات الإرهابية. جماعة الإخوان المسلمين هي اللي حولت أخوانة القضاء بوزير عدل إخواني ونائب عام إخواني ودستور إخواني، ورئيس الإخوان اعتبر نفسه فوق الدستور والقانون. جماعة الإخوان بتفهم في الحوار لغة واحدة، هي لغة السيارات المفخخة والكليشنكوف والبنادق الآلي، وده جربناه. جماعة الإخوان لا تؤمن بالحوار، وهي اللي ابتدعت سياسة الإقصاء والإبعاد وقسمت الناس إلى مؤمنين ورويبضة. جماعة الإخوان اللي قالت شهداءنا في الجنة وشهداءكم وقتلكم في النار. قتلنا دول مين اللي هم في النار؟ دول ولادنا اللي بنشوفهم اللي بيدافعوا عن البلد، الشهداء العظام اللي ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن. أما أنتم شهداءكم دول مش شهداء، دول قتلة ومجرمين، قتلة ومجرمين بيقتلوا أبناء وطنهم يعني بيريقوا الدماء وبيسيبوا أسر بتترمل. هذه الجماعة بأي منطق ماذا أقول للشهداء وأسر الشهداء؟ أما أقول لهم الجماعة دي كانت تشترك في الحوار، أسر الشهداء ده أقول لهم إيه؟ هو الدم في عفى الله عما سلف؟ لا. فطبعا هنا في اسباب. هذه الجماعه بنت سدود من الكراهيه بينها وما بين الشعب المصري، سدود تمنع عودتها من جديد الى الحياه. يعني هو بالطبع يا استاذ كرم، كل من اعتمد على العنف لابد ان يكون مستبعد من هذا الحوار، وبرضه من يحاول او يرفض دستور 2014. ما احنا قلنا هذه الدستور اللي صدر 2014 جاء بديلا للدستور الاخواني. لحضرتك انت عارفه الدستور الاخواني كانت فيه ماده من اخطر المواد، ان بتتيح لرئيس الجمهوريه بموافقه الحكومه والبرلمان ان يجري تغييرات في الحدود، يعني يتنازل عن ارض. ده الدستور طبعا الاخوان. وبعدين بدانا بقى الرئيس الإخواني يدي وعود لدول ولجماعات أنه يتنازل عن قطع من الأرض، الأرض بتاعتنا كلنا فنتنازل. الدستور الوثيقة المصرية فيها مجموعة من القواعد والضوابط اللي بتحمي حرية الفكر وبتصون الدولة بمؤسساتها وبتعلي شأن الفرد، فيها مجموعة من القواعد. فإحنا مش في وقت دلوقتي أن يتم تغيير هذا الدستور. هذا الدستور قائم وفي قواعد منضبطة، ومن أعلى الدساتير في العالم اللي بتحترم الحريات واللي بتدعم المؤسسات وبتدعم دور الدولة. طيب حضرتك اتكلمت في نقطة كده جوه كلام حضرتك عن الإخوان، وهي فكرة
محاولة هذه الجماعة لأخوانة القضاء المصري، ده هدخل ده هيبقى مدخل للمحور الأخير اللي أنا عايزة أتناقش مع حضرتك فيه. القضاء المصري مشهود له بنزاهته، القضاء المصري تاريخ. يمكن أكيد حضرتك تابعت النهاردة الحكم اللي صدر بإعدام قاتل نيرة أشرف. سرعة إصدار الحكم زي ما بتقال العدالة النافذة، شفتها أو خليني أقول لحضرتك العدالة الناجزة والنافذة شفتها إزاي يا أستاذ كرم؟ أسرع حكم في تاريخ القضاء المصري وفي تاريخ القضاء في العالم، إن يتم تحقيق القضية والشهود والمتهم وتمثيل الجريمة في المسرح اللي وقعت فيه، كل ده في الفترة دي ده أسرع قضية. طب هنا السؤال، هل هذه السرعة أغفلت حقوق المتهم؟ أعطته حقوقه كاملة، لأن القضية كانت على رؤوس الأشهاد. وعمل الحكم السريع ده عمل نوع من الارتياح لدى الرأي العام، الرأي العام حس إن دي بلد فيها قانون وفيها إجراءات، مش ده بقى يقعد في المحاكمة سنوات طويلة بين ألاعيب الدفاع والكلام ده. فلذلك هنا هذا الحكم بيعيد الطمأنينة للناس وبيعيد الأمن والأمان للأجيال الجديدة من الشباب، إن ولد يعني يذبح هذه البنت بطريقة معينة. لكن طبعا بعض مواقع التواصل الاجتماعي يعني ارتكبت يعني جرائم قد ترقى أو أقل قليلا من الجريمة اللي ارتكبها هذا الشاب، تشويه سمعة البنت، الخوض في الأعراض والسيرة الشخصية، ده ممنوع على فكرة. وهنا المجلس أصدر الأكواد الإعلامية، كود إعلامي بيحدد ضوابط النشر في قواعد الجريمة، وأعتقد أن مسؤولية المجلس مع النيابة العامة ضبط هذه القواعد. وإحنا أصدرنا تحذير، قلنا هنتعامل بإجراءات قانونية مشددة مع أي وسيلة إعلامية تخرق هذه الأكواد، وبدأنا في الفعل الرصد، وأي وسيلة إعلامية تجاوزت لابد أن محاسبتها الأكواد. طب لو نعرف من حضرتك كنت أكواد الإعلامية بسرعة بس عشان نعرف سريع. الدنيا ماشية إزاي بسرعة كده. الأكواد الإعلامية بتقول إنه يجب عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو من مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا شايفين طبعا مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى نيابة وقضاء وبتصدر أحكام وبتنفذها، فالحقيقة فاضي. الأمر المهم جدا في كل الأحوال يكون النشر أو البث في إطار احترام الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى. يعني كل واحد ماسك في ايده قلم او عنده موقع يتخيل ان الضحية دي قريب احد اقربائه، بنته، اخته، زوجته، هتعمل كده، هتشهر بها الى هذا الشكل، فهنا دي احترام الكرامة الانسانية. توخي الحذر عند نشر الجرائم المتعلقة بالشرف او اعراض الافراد او العلاقات الزوجية. احنا بنخوض في الاعراض وفي العلاقات الزوجية دون ضابط او رابط. ادراك لا اسرف في نشر الجريمة وبتفاصيلها المملة، لان ده قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الاجرامي وتكراره. ممكن حد يحاول يقلد هتبقى طبعا يعني تبقى من الكوارث. وبعدين لا أفتح مدارك الناس عن الأساليب المبتكرة في الجريمة، يعني في أساليب مبتكرة في القتل، فأنا لا أسرف عشان يعني ما هو بالتأكيد إن ممكن ضعاف النفوس كتار فيجرب هذا الأسلوب. دي مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ كرم، الإعلام، كل الوسائل، هنا هذه الضوابط لكل الوسائل الإعلامية، والوسائل الإعلامية بكل أنواعها الثلاث أنواع، الصحف الورقية، المواقع الإخبارية بما فيها الصفحات الفيسبوك اللي بتزيد عن 5000 متابع، وأيضا القنوات التلفزيونية. دي قواعد يجب أن تطبق على الجميع، وكمان يعني هي لازم تبقى في درجة وعي عند الناس، يعرف أن أي دولة في العالم مش بيحصل فيها ده، الفوضى وناس عمالة يعني في بعض الجرائم بتتنشر تفاصيل كتير. طب والأكواد دي أستاذ كرم متعلقة بالجرائم القتل وكمان الانتحار، ولا الجزء المتعلق بالانتحار ليه أكواد إعلامية مختلفة؟ الانتحار احنا طلعنا له كود إعلامي خاص، لأن في الفترة الأخيرة
يعني تكررت بعض حوادث الانتحار وبعض وسائل الإعلام نشرت العملية بطريقة مثيرة قوي، شجعت ناس تاني على الانتحار. يعني احنا بنشوف كده لان الشباب في السن دي ما يدركش ايه يعني ايه انتحار. فالنشر ان اعظم المنتحر وخليه بطل، فممكن اي انسان عنده هزة نفسية يبقى عايز يرتقي الى هذه البطولة فينط من فوق برج الجزيرة زي ما حصل. صح. وطبعا بتبقى النتيجة وبال، يعني بتبقى النتيجة وبال. هو فعلا الجميع لازم يتوخى الحذر فيما يتعلق بالكلام حتى والحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن الجرائم دي، عشان زي ما حضرتك قلت دي بتفتح عين الناس على طرق جديدة في القتل، وبتفتح عين الناس على ممكن فعلا. أنا بعتب كمان على بعض المواقع اللي حاولت تجد تبريرات لقاتل نيرة أيا كانت الأسباب، فهل ده يبرر القتل؟ يعني زي الإخوان قال يحكمها يحرقها وده يرتبط بها يذبحها، مش منطق يعني، مش منطق. فلا تبرير. وأنا بعتب على المحامين، منهم المحامي الكبير، إنه يعني يظهر في المشهد فيحاول. الرأي العام مصدوم من بشاعة الجريمة، مشاعر الشباب ملتهبة، فما يجيش يعني أقول لهم لا ده أنا هدافع لا 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 لا. يعني المفروض إحنا هنا حتى في ضوابط أخلاقية وضوابط نفسية وضوابط قانونية. صحيح. يعني أنت من حق المتهم إن يبقى أنا محامي يدافع عنه، ولكن مش بنفس هذا الأسلوب اللي فيه شو أو فيه بروباجندا. في الحقيقة أستاذ كرم الحوار مع حضرتك شيق وممتع، فتحنا أكتر من ملف، اتكلمنا عن أكتر من موضوع. أنا بشكر حضرتك في الحقيقة أنك نورتنا النهاردة في استوديو. شكرا. أنا بشكرك جدا، وزي ما قلت في البداية كل سنة ومصر كلها بخير، وإن شاء الله دي البلد كده ربنا هيحميها من كل شر. الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكرا جزيلا لحضرتك. والشكر موصول مني لحضراتكم على طيب المتابعة. إن شاء الله ألقى حضراتكم بعد أجازة العيد. إلى اللقاء.